نستفتح حلقتنا اليوم بختام جميل لمسلسل قدر، طبعا صاحبه بعض الحزن ومحبيه وعشاق الدراما على انتهاء هذا المسلسل، والذي يعد نقلة من النقلات النوعية على مستوى الدراما بقناة ماسا. المسلسل طبعا اجتمعت فيه عدة عوامل ساهمت بخروجه بهذا الجمال والإبداع اللي نقدر نسميه شبه متكامل. لعل أبرز عوامل نجاح وطاقم العمل وعلى رأسهم بطل هذا العمل الأستاذ هاني مقبل بشخصية ناصر. والله هذا ناصر ياهو جاته مصايب وتمرمط، ياهو ذاق الصعاب. أتوقع اللي شافوا قصة ناصر وعاشوا يعني صعوبات الحياة اللي واجهها، كم مرة بغى يذبحونه، رموا عليه الرصاص وانسجن وهرب ولاحقت الشرطة وكل شيء، ولكن الحمد لله ما زال صامد وصامل. خلينا نشوف هالمقطع للحلقة الأخيرة من مسلسل قدر وبراءة ناصر من تهمة القتل. خلوكم معنا ونعود. قلبي يا المشتاق غنى باللحون واكتساها الشوق يا أغلى البقاع، في فؤادي حب وأحلام وشجون، لا ذكرتك نورت بكمل شعاع، من فراقك ينهمر دمع العيون، يا سفينة عجلي برفع الشراح، عشت وسط الهم وأسوار السجون، والوطن للروح ينبوع متى، مهما صار ومهما بالدنيا يكون، مهما واجهنا من أنواع الصراع، يا وطن تبقى لي الصدر الحنون، والشرف والعز يا خير البقاع، منيتي بعد الفرج واجمل لحون هو رجوعي للوطن عقب انقطاع، يا إله الكون يا منشي المزون، اسقى قلبي شوفها قبل الوداع، عبد الوهاب. كان هذا كليب أخير في مسلسل قدر عن عودته لوطنه ناصر بعد الصعاب اللي شافه هناك. عاد ناصر الله يعين، في بعض الناس صدقوا ترى، يقول لك المقاطع دي والله في مقاطع جميلة، وش في ذا الولد، قصب على حالي مقبل، وش في ذا الولد يسافر دول ويصير له مشاكل بعد ما يرجع هنا. والله صدق. الآن على طاري مقطع البراءة لناصر لازم نشوفه مع بعض، ثم نرجع أيضا ونروح بعد شوي لاتصال لشخص عزيز علينا وأيضا عراب الدراما أنا أسميه بصراحة. بنروح الآن نشوف مقطع البراءة ثم نعود. تعي يا بشير خبرني وإلا تكلي إياه يا عمي، أنا بعرف كيف خليه ينطق. بدك تحكي ولا بدفنك طيب انت هون هلا؟ بدك تدفني طيب جنب مسعود اللي خطفته، ما هيك؟ لك انت دمرتوا حياتي. لا عم تفتح تمك؟ بدي اخلك. حمدان طيب ارمح، اذا حكيت الحقيقه انت بحمايتي، وانت بتعرف انه كلمتي هون ما بتصير اثنين، مفهوم؟ مين اللي قتل ابن عمي يا بشير؟ وشو قصة المفاتيح اللي كان عم يحكي عنه الضابط فتحي؟ وقف يا ناصر. خسارة يا ناصر، ضيعت حالك، كان في خطي بينك وبين البراءة، بس هربت دمرت كل شيء.
براءة، تتوقع هالشيء ممكن كان يصير؟ كنت تضحك علي بهالكلام عشان تصبرني. ما عم بضحك عليك، براءتك كانت بإيدي، بس أنت هربت صارت مهمتي أقبض عليك. شو هالمنطق هيدا؟ كيف يعني متأكد من براءته جاي تقبض عليه؟ بس فهمني كيف؟ أنا عم طبق القانون يا هاشم يلي درس القانون، وكنت عم ساعده بالقانون، وكنت بدي سلم القاتل الحقيقي للعدالة، هلا بدي سلم هارب من السجن للعدالة. خذهم! أنا هلأ صرت بقدر أقول مبروك، أرض ناصر صارت ملك الشركة والشركة ملكنا. بعد في خطوة واحدة إذا تمت ساعتها فينا نقول مبروك كبير. شو فين؟ شو هيدا؟ لك مين أنت رجعت تبرع؟ ولا كلمة. مرطلب يمكن يخبرك من هو حمدان وكيف بقدر أخفيك ومن دون ما حدا يدرى فيك. شو أصلح المعب هيدا؟ لعبتك هيدي انكشفت ودم مصطفى ابن عمي مالي ايديك. بس قبل ما سلمك للشرطة بدي اعرف كل التفاصيل منك. انطلق! كانه ما في حدا عندك هون بالبيت، يعني اذا الواحد جي عبله بنجير قهوة او شيء. مزبوط، ما في حدا، انا راح اعمل لك. بس شوف يا ممدوح، انا حدا عايش بين الناس بكرامتي وبشرفي وما حدا بيحط فيهم، عم تفهمني؟ ما شو لا تعيش اصلا؟ شو بدك بالحياة اصلا؟ من بعدها جاني تليفون من بشير عم بيقول لي فيه انه لقى مفاتيح اللي وقعوا مني بالجنينة وفيهم الفلاش ميموري تاعيتي، كان عم بيسوي لنا عليهم. دفعت له مبلغ كتير كبير لأشتري سكوته. ألو، اسمعني منيح، 20,000 دولار بدك تغير لي تقرير المعمل الجنائي. اسمع، بدي الرصاصة اللي فاتت بمصطفى تطلع من مسدس ناصر. فهمت؟ حكمت المحكمة ببراءة ناصر فهد العامري من تهمة القتل وحبسها لمدة 3 أشهر من تهمة الهروب من السجن. الحمد لله. مع التنفيذ. رفعت الجلسة. مبروك البراءة يا ناصر، وألف الحمد لله على السلامة. وبتمنى من هيدي اللحظة تعتبرني خيك. الله يبارك فيك يا حمدان، بلغني اللي سويته علشاني. يعطيك العافية وعفى الله عما سلف. الحمد لله على براءة ناصر. وأخوي عبد الوهاب معانا على الخط الآن، عراب الدراما في شبكة المجد، أنا قاعد أسميه من عندي المسمى، وأيضا مخرجي المفضل الأستاذ رافع حمدي. يا هلا وسهلا لك، شو هيدا الجمال؟ يا هلا يا هلا. يمكن تغيرت اللهجة يا أستاذ رافع. يا هلا. بتحكي لبناني ولا؟ لا لا لا، تأثرت جدا باللهجة اللبنانية طبعا. حياك الله، نبارك لكم هذا النجاح لمسلسل قدر. طبعا نبغى نسألك بعض الأسئلة. الله يبارك فيك. الله يخليك. والله يبارك فيك. إبداع إبداع صراحة. تحية للحاضر مع حضرتك طبعا. أنا مع الأسف ما عندي الشاشة. لك شو ما عرفتني عم، أنا بفل من الحلقة. عرفتني ولا لا؟ أستاذ رياض؟ أيوة هو بذاته. حبيبي أنت طبعاً مع بيت المجد، طبعاً معك رياض الخبران وعبد الوهاب السلمي. أهلاً وسهلاً. حبيباً أستاذ رافع، برأيك طبعاً ما هي أبرز عوامل نجاح هذا المسلسل؟ أبرز عوامل نجاح؟ يعني عوامل نجاح هذا المسلسل هو التحدي، أنك تشتغل تحت ظروف ضغط
صعبة دي عوامل نجاح المسلسل. احنا تعرضنا لظروف صعبة جدا في المسلسل والظروف دي هي اللي خلتنا نتحدى ان احنا ننجح وان احنا نعمل منتج اسمه قدر. فاعتقد عوامل نجاح المسلسل التعرض للظروف الصعبة اللي احنا تعرضناها. صحيح نعم، وصراحة سمعنا عنها وفي حكايات وقصص عنها، وبصراحة المنتج النهائي كان منتج قد هذا التحدي. بسألك أستاذ رافع، إيش الفرق يعني اللي ميز مسلسل قدر عن مسلسلات الأخرى اللي عملتها أستاذ رافع؟ والله يعني نمرة واحد طبعا لازم نحيي الكاتب دكتور آمن عبد الرحمن، يعني الدراما يا جماعة أولا ثم ثانيا ورق، عبارة عن ورق. صحيح. قصة حدوتة، فده كاتب جديد ما اشتغلش قبل كده مع الإعلام الملتزم دكتور عين عبد الرحمن، فطبعا هو نمرة واحد النجاح يرجع له هو الكاتب، ثم اختيار الممثلين من قبل المخرج العمل ان مين يلعب دور ايه، وهل هذا الممثل يصلح لدور كذا ولا ما يصلحش لدور كذا. يعني على سبيل المثال محمد غزي مثلا، هذا الممثل انا بحبه جدا، ولكن مثلا في مسلسل الزائر لو حضرتك تفتكر ما فيش دور يناسبه. ايوه، عشان انا بحب هذا الرجل في الله احطه في اي دور كده في اي حاجه ما ينفعش. فلا شكرا لغزي، ليه؟ لانه ما يصلحش، مش عيب فيه هو، لا الورق بيقول كاركترات معينه لا تصلح لمحمد غزي، فاهم قصدي؟ جميل. في لبنان برضو في فتره لا تتعدى 10 ايام عشت مع المجتمع اللبناني وتعرفت على الممثلين وخرجنا مع بعض وقعدنا مع بعض، عرفت كل واحد، فمن هنا حصل الترشيح وتسكين الادوار والشخصيات. يا سلام. طب معلش استاذ رافع، الكتابه كانت يعني بعد اختيار هاني ولا انتم بعد الكتابه اخترتوا هاني مقبل؟ لا بعد الكتابه طبعا اخترنا استاذ هاني. بعد الكتابه يعني لاحظت ان البطل هذا يعني يتوافق مع شخصيه هاني مقبل. هو بص اقول لك على حاجه في هاني مقبل، يعني هاني مقبل فنان مجتهد. يعني ايه مجتهد؟ يعني اللي هو بيلعب على الشخصيه، بيهتم جدا بتفاصيل الشخصيه. صحيح. يمكن ده سر نجاح هاني مقبل. انا وهاني قعدنا عملنا قصص مع بعض، حتى انا افتكر ان انا قلت له على لازمه معينه يعملها، قعد يعملها يومين ثلاثه كده قبل التصوير ما اقتنعش هو بيها، قال لي انا مش مقتنع باللازمه دي على فكره ومش حاسسها يعني، فلغيناها. فهاني النوع اللي بيشتغل على نفسه. صحيح اكيد. هاني من الناس اللي حتى برضو يعني يهتم بموضوع الكاركتر، يعني حتى اتذكر مسلسل سابق حلق اصلع وكذا، المسلسل هذا تقريبا اتوقع هاني مقبل اول لوك جديد يعتبر له هذا اللوك في مسلسل قدر. بالضبط، لوك جديد ما قد طلع قبل كذا في مسلسلات نفس اللوك هذا. نعم. طيب احنا دائما نسمع استاذ رافع، دائما نسمع انه والله التحدي وصارت لنا ظروف في المسلسلات وكذا وكذا، انا عشان ترى انا اعرف كثير من الظروف اللي حصلت لكم، لكن السادة المشاهدين دائما يسمعون هذا العذر فيتوقعون انه ظروف مثل اي ظروف مسلسل اخر. قدر صارت لكم ظروف يعني مره يعني صعبه، حتى ممكن يعني اكثر من مره كنتم تبغوا توقفوا المسلسل، هل هذا صحيح؟ الحقيقه هذا صحيح. بس هو باختصار انا مش حابب اخوض في التفاصيل، بس هدي لك يعني نقاط معينه. باختصار منتج العمل ساب العمل، ترك العمل بعد ما صورنا 30% من العمل، ترك العمل وانا اتصل عليه ما بيردش، ترك العمل. طب ايه الحل؟ الحمد لله ان ربنا رزقنا باداره واعيه جدا جدا وفاهمه هي بتعمل ايه. الاداره ارسلت لينا استاذ محمد جمال مدير عام الدراما في ثاني يوم عيد الاضحى. ما شاء الله. وعاوز اقول لك ان في وقفه عرفات احنا كنا صايمين، ويمكن فطرنا فطار بسيط جدا جدا لاني ما فيش فلوس، ما كانش في فلوس. وكان استاذ محمد جمال بيحجز له تيكت طيران على لبنان، التيكت جه ثاني يوم العيد جالنا وانتجنا المسلسل بنفسنا، قناه المجد هي اللي انتجت المسلسل بنفسها وتحت اشراف استاذ محمد جمال، تم انتاج العمل. يا سلام يا سلام. اي اداره في الدنيا خلاص حصل عمليه تخلي من المنتج عن العمل، فركش العمل خلاص مفيش مسلسل، ولكن اداره المجد اصرت ان احنا ما نرجعش سواء السعوديه او اي او مصر الا بالعمل مكتمل، فارسلت لنا محمد جمال وتم انتاج العمل. يا سلام يا سلام، شكرا والله. يعني الظروف اللي واجهتنا، بس عايز اقول لك ان ده 18 يوم، 18 يوم واحنا متدمرين نفسيا، مفيش فلوس و الى اخره،
حتى الخبر اللي جاني المنطقه اللي انتم صورتوا فيها منطقه بعيده عن المدينه الاساسيه الرئيسيه يعني. فحتى موضوع مثلا حتى شركات اوبر كريم تاكسي كذا هذه غير متواجده في نفس المنطقه اللي انتم فيها. في الصحراء احنا كنا عايشين في صحراء خضراء نص ساعه بالضبط بالسياره لاي بقاله محل بقاله نص ساعه بالضبط. الحمد لله مفيش اكل مفيش شرب. الممثلين بالفنيين بكله قاعدين في فندق في صحراء. هاني مقبل كان بيجيب ميه بزياده فكنا كلنا بنخبط عليه الباب غرفته الساعه 2 بالليل اديني ازازه ميه بعد اذنك. الجو ده متخيل ازمه وعد ازمه وعدت بنجاح صراحه. لا الحمد لله بصراحه عدت بنجاح الامانه يعني ما ضاع لكم التعب هذا وشفنا هالنجاح اللي والثمار على الشاشه. كنا بنصور في الشمس في الحر جدا 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 الساعه 2 الظهر مثلا تيجي ازازه ميه خلصت مفيش ميه خلاص. يا انت متخيل لان يبعد المكان عن انك انت تروح صحيح المايه. لا مشاكل كثيره جدا جدا. وانت مقدم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. جهاز الصوت باظ الهارد مش عارف صحيح ظروف ما نحكي لك عليها ولكن تحدي الاداره والعبد لله وهاني مقبل ان احنا لازم نطلع بالمنتج بالمسلسل. يا سلام عليك وطلعتم الحمد لله الحمد لله يعني قدر شاف النور وايضا اعجب فيه الجمهور بهذه الرسائل اشوفها على الهاشتاج. اي والله اهم حاجه عندي ان الواحد يحترم عقليه الجمهور فيما يعرض اليه. عملنا بروفات كثيره مع الدكتور ايمن عبد الرحمن في الورق والدكتور ايمن عبد الرحمن لم يبخل على الورق بشيء بل بالعكس. وانا في لبنان كنت بتصل عليه اقول له عايزين نضيف كذا عايزين نحذف كذا عايزين نحط كذا. كان باذن الله جدا معايا جدا. المونتاج برضه منصور عطا. المكساج بسام العليمي ما شاء الله. المخرج المنفذ الجميل بلال حمزه السوري. يا سلام ما شاء الله عليك. بركاتكم استاذ رافع انكم حتى اثرتم على الساده المشاهدين بالحديث ما شاء الله. يتكلمون اغلبهم حتى في الوسم يكتبون يحكوا لبنيني على قول الاستاذ رياض. يعطيك العافيه استاذ رافع شكرا على هذه الجهود الجباره والكبيره والجليه صراحه والواضحه اللي الساده المشاهدين يعني لمسوا هذا الشيء من خلال حلقات مسلسل قدر. رياض مسلسل جميل مسلسل مميز بصراحة.